ديالي السلام، كي دايرين؟ بعدا لاباس بخير ان شاء الله، تكونوا الف خير الحباب ديالي العزاز. الكبيده الشحيمه الفريزات خلاها مولاها. تحيه المغاربه ديالنا العزاز الحرار كاملين داخل وخارج الوطن، خوتنا الجزائريين سواعده وتوانسه، المهم من طنجه للقويره عزاز وغاليين على راسي وعينيا يا الحباب ديالي الغاليين. جيت نشارك معاكم مع بزاف ديال المتتبعات ديالي، تيقولوا لي زينه شاركي معنا الخياطه، وجيت نشارك معاكم هاد الجليليبه درتها لبنت عمي العزيزه الغاليه اللي كتساعدني في اي حاجه اللي كنلقاها ديما، فين ما بغيت شي حاجه كنلقاها حدايا. اي واحد غيشري هاد الثوب ما غيدير ليه حتى حاجه، غيدير ليه غير صفيفه عاديه، ولكن انا لا، انا درت ليه هكا عمرتو غير هذا بلي زيكستراس. ها نتوما يا ضسيني لبسي لي هادوك، واه لي زيكستراس وعين موكا، عين موكا يا عين موكا. ها نتوما كنشريهم، وها نتوما كي جا نوعت ليها شويه بحال هكا، وكنحماق عليها عزيزه وغاليه، وتا هي ديما راها في جنبي. ها هما اليدين كي درت لهم حاجه خفيفه، المهم وهذا اليدين ها هما. المهم عمرت لها الدار وكل شيء، جيت غنعطيكم غير هاد الفكره ديال هكا الطعماره. انا عندي نيت واحد القفطان بحال بغى يكون هاد اللون، بحال بغى يكون هاد اللون بارد، وغنعمرو وما نخليليش الخاوي، غنديرو قفطان ندير معاه التحتيه، وغادي نعمرو واحد الطعماره هبيله وغنوري لكم كل شيء. المهم هي درت ليها هذا، ها نتوما ساليتو اليوم، غتعطيه الخياط، ودرت لبنتها الجلابه تا هي بصحتهم وراحتهم. انا غنوري المشاهدين ديالي العزاز عينو، ها نتوما كي درت لبنتها، ها نتوما كي درت لبنتها، الحمد لله درت ليها جليليبه فهاد الشكيل. ها نتوما واش غادي نقول لكم، بصحتهم وراحتهم. وبنتها نتوما شريت لها السفيفه، معنا ما كنلصقش السفيفه، ما كنزعمش هكا كنلصق لاي حد، كنلصق لبناتي واخا، ولكن باش الجلاب ما عنديش يعني شي خياطه مع الجلاب نلصق، انا معلمه في الخياطه، ولكن بين هادشي ديال السفيفات غير البناتي ما بغيش عندنا شي حاجه ما ماشي هي هذيك. ايوا دابا مسكينه راه غادي تمشي تعطيه الخياط، غادي نلصق ليها ان شاء الله. بنتها كما قلت لكم ها نتوما الجلابه ديالها مزهجه بالشوشه ديالها بكل شيء، ها نتوما راهم هنا لداخل، الشوشه ديال بنت عمي ها هي، حتى هي شريتها لها بالكحل، ها نتوما والشوشه ديال بنتها هي عمرت هذا. ايوا المهم اللي عنده شي عائله ولا شي بنت عمو عزيزه يتهلا فيها يا خوتي، راه كلشي كيبقى هنايا، وهي ماشي غير هادشي اللي كتستاهل، كتستاهل كتر، كتستاهل الذهب في العنق وفي اليدين الصراحه، ماشي على شي حاجه ما كتطمع فيا نعطيها، ما كتطمع، ولكن انا ما كنقصرش من جهتها، حيك تستاهل، ماشي من هذوك النوع يديروا معاك القوالب ولا ينافقوك ولا، الصراحه ايوا بصحتها وراحتها وتلبسها بلهنا ان شاء الله، لا هي لا بنتها. والمهم باقي افكار اخرين، باقي فيديوهات اخرين، بقاو معايا وغنوري لكم كل شيء المشاهدين ديالي العزاز، وباي باي. سلام المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس بخير، كل شيء مزيان، صباحكم مبروك، كنتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده. ايوا كما كتشوفوا اختي تكون زينه راه كدير الفطور، ها نتوما كنديرو في الطيار على هاد الشكل. درت هنا، درت هنا سته البيضات، ودرت فيها الفورماج محكوك، راكم شفتوني ملي تقديت جبتو داك الاحمر. ايوا هادي اومليطا الماما باش تفطرتها هي، راجلي يلاه درت لي اومليطا راه فطرها، باقي عندو النص، المهم فطر اومليطا هكا. ايوا وخيركم في داركم الحبيبات، غير بغيت اختكم زينه تشرك معاكم. المهم هو الطير ديالي البسيط، ما فين كنسخن اومليط، راه شاركت معاكم شريت هاد الخبيز هذا، ها نتوما كيجي مقرمش زوين، ممكن ديري معاه فريميجا، ممكن ها نتوما، الله ها نتوما يا البنات بحال هكا. عندي هاد الماكينه، ها هذا واه
عند هاد الماكينه وكنسخن فيها هنايا الخبز. وان شاء الله نكون اعجاب ديالكم، ان شاء الله يعجبكم شغلي. دابا خليو تكتبوا مزيان الكومونتير زوين ان شاء الله. هانتوما كي جات اومليطا، هانتوما كي جات اومليطا ديال ماما. هانتوما الله الله يا ربي الله. هانتوما البنات كي جات، هانتوما هذه ديال ماما. اوه شوفوا كي كتجي، ديروها لوليداتكم هكا، فطروا بها يمشيو مدرسه، ديروها لراسكم رجالكم هكا. ما كاينش متوفر الخبز مع الصباح، المهم دغيا بنا المزربان يدير جوج بيضات هكا ولا غير بيضه والخبز تسخنوه هكا شويه. هيا اومليطه كي كتجي واعره. والمهم وها نتوما كتجي على مزينات، ها نتوما فطر بها الزوج ديالي، ها نتوما كتجي زوينه والله العظيم كتجي. يا سلام يلا عمر تبريري ديال اتاي وبقى مع الفطور ديالكم هنا، وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله. ايوا انتم يا بنات بغيت نشارك معكم الطيري ديال اليوم. كل نهار ورزيق كيفاش كيجي، ولكن كل واحد وخيرو في دارو. بغينا نشارك مع المشاهدين ديالي العزاز بحال هاد الشكيين هانتوما. ايوا نفطروا بالصحه والراحه ان شاء الله، وبقاو مع اختكم زينه. هانتوما من المشاهدين، انتم حطينا في طيار ماما، ها هي كتفطر. هانتوما يا المشاهدين، هانتوما يا خوتي، المهم راها كتفطر. الشعد فوت ماما، الشعد فوت، الشعد فوت. ها يا بنتي فاقت الوريده، هيا الزوينه تلونا ديالي عطيناها اومليت كتفطر حتى هي الحبيبه. ودرنا هادو المشاهدين مقرملين شويه ندير فيهم فريميج. ايوا المهم هذا هو الفطور ديالنا اليوم عادي. حيدي هذوك الاخرين ضاوبين، سيري لبسي الصنداله ديالك سيري بنتي الحبيبه. واليوم غادي نشاركوا معكم ان شاء الله، كنتمنى نديروا واحد الخريجه. المهم غادي نشري شي حاجه وغادي يعجبكم الحال ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم داكشي اللي غادي نشري. المهم علاش شريت اليوم غير غنشارك معاكم، الا ما شريتش مره اخرى ان شاء الله غنشارك معاكم. ايوا بقوا معايا البنات الحبيبات. ايوا فضاء فضاء. ايوا كما كتشوفوا البنات، مهم غديوتي عادي. هانتوما اختكم زينه بنت الشعب، العاصف في البيدوزه في الغرافه ولا ما عرفتش كتقولوا، حنا كنقولوا لها غرافه. سما زيخت نغنشين يقرعين نقطحيت ما يقرعين قام غرافه. هانتوما اختكم زينه، ماشي داك الكيسان ديال البلار ولا داك الشيء ولا داك الشيء كلاس. اختكم زينه عادي كتاكل الطوسي ديال البلاستيك عادي. هانتوما مول داري درت ليه الحوت، هانتوما كياكل. تحيه للملاليين، هو ولد الفلاحه والبني ملال، وشعبيين ناس بسطاء بحالنا بحالنا بحالهم عادي. هانتوما البصاره كانت عند اختكم زينه سخنتها، هذا الشيء ديال ولادي الكفته ما كياكلوليش الحوت. هانتوما هانتوما بناتي لا خليليكم ماماكم وباباكم معزه عليكم ان شاء الله الحبيبه ان شاء الله. زيد تحيه للمشاهدين، ايوا اختكم زينه المشاهدين. انتم قلات الفريت زعيليك، انتم الزعلوك زعلوك ملالي، هانتوما شلاضه ملاليه الاخرين. هانتوما يا المشاهدين راجلي هكا كيحمق على شلاضه ماتيشا وبصله والحار. هانتوما والحوت عادي، دلاح عادي الغديوه، ماشي حتى يكون اللحم. قالت لكم ماما الوقت ديال الصاد، شفت راجلي كينش هكا درو الصاد، قالت ليه الوقت ديال الصاد هذاك الشيء كتهضر معاه. المهم هانتوما عادي اختكم زينه، قلت لكم ماشي حتى يكون اللحم، عاد نبينو كنبين اي حاجه. انا بنت الشعب
وعاديه ماشي المهم ماشي حتى يكونوا داك الكيسان مزوقين. حتى انا عندي قوز القزح كل كاس بوحدو كنشرب اختكم زينه عاديه هكا كبرت والله يخلينا في صباغتنا. ها نتوما الهلاي بدلنا الهلاي يوري لينا شي حاجه ماشي هي هذيك الله يخلينا في صباغتنا. ايوا ها نتوما ها نتوما يا خوتي الغديوه ديال اختكم زينه عادي وتبعوا معايا الفيديوهات ان شاء الله غيعجبكم الحال. وكنوجه واحد الرساله للبنات مراهقات ولا اللي فاتها المراهقه اللي مزوجه وكتكلف على راجلها ديني الريستورا ولا شوف هذيك مشات وانا ما مشيتش هذاك الشيء ما يخرجكم لتا حاجه. راه عندي تا انا وحده ولا لا ومالي كما قال من دمي ولحمي كتقيل في الريستورا هي اش غنقول لكم. المهم باش بنادم يصور يدير في الشطاطو ويدير بنادم عام كيتعاند واش كيتعاند مع اللي عنده واش كيتعاند مع اللي قد ياكل في الريستورات فهمتوا؟ ما خصكمش تعاندوا يا البنات كل واحد والاستطاعه ديالو. انتما انا ياك انا ما عنديش وما خصنيش كما كنقول لكم حتى انا بنت باب الله بحالكم عادي ديما كنقولها لكم ما عنديش وما خصنيش ولكن كناكل في الريستورا قاده عليها ماشي كنمشي نطلب ولا كاينين الناس كيتعاندوا كيمشي يتسلفوا باش ياكلوا يديروا راسهم بحالي. انا راجلي خدام مزيان وانا ماما عندها الشهريه ديالها هذه دي ما كنقولها لكم. ماما هذه اللي كتشوفوا معايا عندها الشهريه ديالها ديال المليليه خلاها ليها راجلها با الله يرحمه الله يوليه برحمه الله اللي كلا شي حاجه من الشهريه ديالها صدقه با الله يرحمه. وهو راجلي كاد عنده الدار ديالو كيكريها الدار ديالو ماشي كيسال مع شي حد ديالو دارها من عرق كتافو كيكريها وتيفرح ولادو كيكسيهم كاينين الناس كيتعاندوا معايا وهو ما عندهم حتى بصله ماشي كنعايرهم ولا لا كنقول لهم ديروا عقلكم ها العيد الكبير جاي باع الحواله فين عاد مشيت تسعاو الجمعيات داكشي اللي كريتو في الريستورا كون جمعتوه دابا غتلقاوه ديروا به العيد. ايوا قابلوا زينه كما قالت لي قالتها قالت لهم الا قابلتوا زينه غادي تبيعوا حوايجكم وسراو لكم. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله كنوجه الميساج للبنات اللي كيتعاندوا مع مرت فلان ومرت فلان هذيك دارت 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 ما تبقاوش ديروا هكاك البنات هذيك الطريقه راه ما مزياناش راه ما غتخرجكم حتى حاجه راه غتخربوا داركم وتخربوا عشكم وتخربوا راجلكم. يلا البنات تابعوا مع الفيديو ديال اختكم زينه ما كاين غير الضحك والنشاط ان شاء الله وباي باي على خواتاتي الحبيبات ديالي مح عليكم.